مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات في هذا التحدي الممتاز وفي هذا الانطلاق الممتاز وفي هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة والتحديات المستمرة في هذا الانطلاق الجميل. ننطلق في شوط الختام، شوطنا الرابع والعشرون الذي يحمل تحديات هذه الشعارات وتحديات هذه الأسماء الممتازة والانطلاق والشعارات الحاضرة في هذا التحدي الممتاز. مسافتنا هي 5 كيلومترات، هذا الشوط مخصص لفئة الجعدان المهجنات الأصايل. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعايته ويحمل معه هذه الأسماء ويحمل مع هذه الشعارات الممتازة. ننطلق مع المركز الأول ناصي عتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي مع المركز الأول. المركز الثاني هناك الوصول مع السليماني ناصر بن سهيل بن الزفنة الحرسوسي، يتواجد في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا التحدي الممتاز وفي هذا التحدي المميز وفي هذا الانطلاق المميز. المركز الثالث هناك الوصول والتحدي مع الشبابي سليم بن حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، يتواصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع هناك الوصول مع مياس عيد بن صغير بن عيد بن صغير بن نور بن إرادة الاكتبي في هذا التحدي الممتاز وفي هذا الانطلاق الجميل الذي يحمل هذه الأسماء وهذه الشعارات الممتازة. ونبهة سعيد بن عتيج بن علي بن قوم الاكتبي يتواصل في هذا الانطلاق الممتاز. وفي هذا التحدي المميز الذي يحمل هذه الأسماء وأيضا الوصول في هذا الانطلاق الممتاز، الأسد متعب بن سالم بن راشد الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات بالانطلاقات المميزة وبالتحديات الرائعة والجميلة الذي تحمل هذه الشعارات وتحملها هذه الأسماء المشاركة على أرضية هذا الميدان، ميدان الأهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. لكن نعود إلى ناصي عتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي، يتقدم بهذه السلالة العريقة، يتقدم بهذه السلالة المالية والمالية بالإنجازات وباستجلات الحافلة مع هذا الشعار الذي دائما يعودنا على المركز الأول. ناصي عتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط بانطلاق ممتاز باندفاع رائع وجميل في هذا الشوط. المركز الثاني هناك الوصول والتحدي والإثارة في ثاني المراكز من قبل السليماني ناصر بن سهيل بن الزفنة الحرسوسي، يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث متعب غادم سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الاكتبي، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من ميهاب أو الشبابي سليم بن حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من الأسد متعب بن سالم بن راشد الاكتبي، يتواصل في هذه اللحظات يتواصل بهذا الانطلاق وفي هذا التحدي الممتاز يقدم الأسد في هذا الشوط. وأيضا الوصول مع لهب سيف بن حميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي قادما بن ضبيب ليقدم انطلاقات شعاره الممتاز وتحدياته الممتازة في هذا الشوط. ونبه قادم سعيد بن عتيد بن علي بن قوم الاكتبي يتواصل في هذا الانطلاق الممتاز، يتواصل بهذا التحدي الممتاز في هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء ويحمل هذه الشعارات الحاضرة في هذا التحدي. ولكن البداية ومقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع ناصي شوط الختام، يا ترى المن في هذه التحديات الممتازة في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة الحاضرة في هذا الشوط.
الصوت. الله 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 الله. المركز الثاني متعب سهيل بن مبارك بن ثاني برقاد الكتبية يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم في هذه الانطلاقات، يتقدم في هذه التحديات الممتازة، يتقدم في هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء، يتقدم في هذا الانطلاق الجميل. ولكن ناصي 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 مع المركز الأول، ناصي مع مقدمة هذا الشوط. 1400 يا عتيج يا بن عبيد يا بن محمد يا الفلاسي، ركز لي في التركيز مطروف في هذا التحدي، في هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء، يحمل هذه الشعارات. المركز الثاني متعب سهيل بن مبارك بن ثاني برقاد الكتبية، والمركز الثالث هناك الوصول، وصل في هذه اللحظات، وصل السليماني ناصر بن سهيل بن الزفنة العرسوسي يتواصل في هذه اللحظات. وهناك أيضا لهب سيب بن حميد بضبيب بن سليمان الشامسي قادما في هذه اللحظات، قادما في هذه الانطلاقات. قادرنا لوحة الكيلو الأخير، قادرنا لوحة الكيلو الأخير في هذه التحديات، في هذه الانطلاقات الجميلة، وفي هذه التحديات الرائعة والمميزة التي تأتي في هذه اللحظات، تأتي في هذا الانطلاق الجميل، وفي هذا التحدي المميز في هذا الشوط ما بين ناصي وما بين متعب. متعب وناصي، ناصي ومتعب، لمن ناموس هذا الشوط، لمن ناموس هذا الشوط بالتحديات. والقادم أحلى، القادم أحلى في هذا الشوط، في هذا التحدي المميز. شوف للقادم هنا لهب سيب بن حميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي، الشامسي أهالي زاخر قادمين بكل قوة، قادمين بكل قوة مع انطلاقات، مع انطلاقات لهب لهب لهب. وايضا متعب 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 مع المركز الاول. وايضا هناك بالقوم بالقوم بالقوم، ولكن متعب سلوم يا متعب، ولكن اهالي زاخر عادوا 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 في هذه اللحظات مع انطلاقات لهب سيب بن حميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي بن سليمان الشامسي. ولكن المركز الثاني متعب برقاد سهيل بن مبارك برقاد الكتبية، ولكن خلاص بالضبيب قفل على الشوط، قفل قفل على ناموس هذا الشوط. سلام 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 يا سيف يا بن حميد يا بن ضبيب على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني متعب سهيل بن مبارك بن ثاني برقاد، والمركز الثالث هناك شعار السليمانية ناصر بن مصبح بن حسن. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 8:21. مشاهدينا متابعينا الكرام، نصل إلى ختام سباق هذا اليوم. شكرا للجان القائمة على أرضية هذا الميدان، شكرا لمدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليشة، شكرا لجميع اللجان القائمة حيث تابعنا 24 شوط التحدي. نلتقي في صباح الغد في تحديات سن الإذاعة.